أكد وزير الخارجية عادل جبير أن الحوثيون يعرقلون الحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن المملكة لم ترغب في الحرب باليمن وأنها استجابت للحكومة الشرعية. الحل السياسي في اليمن يعود للطرف الآخر، يعود للحوثي الإنقلابيين الذي استولوا على السلطة بشكل غير شرعي غير نظامي، وحاولوا يحولوا اليمن إلى قاعدة للإيرانيين، وحاولوا أنهم يخلقوا وضع يسكر خطر على أمن المملكة. والمملكة استجابت مع دول التحالف لطلب الحكومة الشرعية بالدعم، وهذا اللي ما جعل الحرب تبدأ في اليمن. هذه ما كانت حرب كانت المملكة تريدها، هذه حرب كانت مفروضة على المملكة. المملكة ساهمت في خلق مرحلة انتقالية من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح إلى حكومة جديدة. كان الرئيس عبد الرب منصور هادي يقود هذه المرحلة الانتقالية. اليمنيين أنشأوا الحوار الوطني اليمني اللي كان يشمل شخصيات من جميع الفئات والمناطق اليمنية.